القيم أشرف، ربما الآن هو من الملفات البارزة على الساحة العراقية، ما الذي فعلتموه أنتم بخصوص حماية اللاجئين الإيرانيين الموجودين في هذا المخيم؟ جئت على موضوع أيضا موجع كما هي المواضيع الأخرى اللي تخص المعتقلين والخدمات وغيرها. الموجع فيه نعم أنني من الصعب أن أتخيل أنني كعربي أو كعراقي أرى ظلما يحصل على أشخاص لاجئين. إحنا بالعرب نقول عليه دخيل. نعم. الدخيل من واجب العشيرة ومن واجب المجتمع ومن واجب الدولة أن تحميه. هؤلاء ناس الدولة دعتهم في يوم من الأيام وجاءوا إلى هنا واستقروا في صحراء قاحلة لا يوجد فيها لا ماء ولا كلى، وعملوا من هذه المنطقة اللي عايشين بها وحى خضراء بإمكانياتهم جنينة وعاشوا فيها. اليوم هم موجودين في صحراء مسيجة منطقتهم ومحاطون بأجهزة أجهزة أمن وأجهزة عسكرية، ولا يوجد منهم أي أذى محتمل ممكن يصير وهم مزروعي السلاح. إذن دكتور تابعت يعني هذه المشاهد بمخيم أشرف، أشرت بأنهم عزل، يعني بمصداقية دكتور هل ترى بأنك تتحمل جزء من المسؤولية جراء ما يتعرض له اللاجئون في هذا المخيم؟ نعم أنا أتحمل جزء من المسؤولية لأني في موقع المسؤولية. نعم. في بلد تحصل فيه مجزرة من هذا النوع تسيء إلى سمعة البلاد في الداخل وفي الخارج، وأتحمل مسؤولية أيضا كوني عربي وكوني عراقي، وأجد أنه ما حصل لا يتناسب لا مع سمعة العراق ولا مع تاريخ العراق ولا مع حضارة العراق ولا مع الالتزامات القانونية التي وقع عليها العراق. نعم. العراق موقع على اتفاقيات تحظر هذه الأعمال بشكل تام، والعراق بهذه الأعمال قد يتعرض إلى 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 انتقاد كبير وربما إلى تحمل مسؤولية من نوع ما. وأيضا الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل وهم عراقيون ربما يعني أيضا يتعرضوا إلى شيء ما حد يتمنى أن يكون لعراقي. لكن أنا كانت لدي وجهة نظر طرحتها، لكن للأسف الأخوان ما استمعوا له بالحكومة، أنه دعونا نشكل لجنة تقصي حقائق لكي نعرف هل أن ما قالته الأجهزة في الحكومة صحيح أم ما قاله مجاهدي خلق صحيح. وبعد أيضا بشكل موازي نشكل لجنة للتفاهم مع الأمم المتحدة ومع المنظمة ومع المجتمع الدولي ومع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حل إنساني لهذا الموضوع. لماذا هذا الملف دكتور، يعني تحديدا ملف مخيم أشرف واللاجئين في هذا المخيم، يعني هل هو يستحق هذا القدر من تسليط الضوء عليه من قبل الحكومة العراقية ومهاجمة اللاجئين فيه على حساب بقية الملفات، ملف المعتقلين، ملف الخدمات، ملف الفساد المالي والإداري، لماذا هذا الملف تحديدا؟ أنا أعتقد أكو ضغوطات خارجية أدت إلى ما حصل. نعم. وأنا متألم أنه إحنا نستجيب إلى ضغوطات خارجية للقيام بعمل من هذا النوع. ظلمهم، وأنا والله تحدثت مع عسكر برتب عالي. نعم. اشتغلوا معهم سابقا وفي مناطق مختلفة، وتحدثت مع عراقيين ومع مسؤولين، لم أجد ادعاء واحد من الادعاءات اللي ادعوها عليهم كان صحيح. لكن مع الأسف يعني قسم من أبناء شعبنا يعني الإعلام أثر عليهم وبدأوا يصدقون بما يقال. أنا عرفتهم وعرفت أخلاقياتهم وأعرف أنه هذا الموضوع مو بثوبهم. نعم. إذن من